طيب يعني الكابتن كرم جابر طبعا احنا عارفين ان هو طبعا يعني عالم كبير جدا في عالم المصارعة، انت استفدت منه ايه او يعني بتتعلم منه ازاي، او هل اتكلمت معاه قابلته قبل كده؟ اه طبعا كابتن كرم كان معانا في المنتخب، يعني انا حضرته من 2014. كنت بتمرن معاه طبعا، كنت بستفاد منه كتير. كابتن كرم من يعني من الاسباب اصلا اللي حببتني في المصارعه في سنه 2004 لما خد ذهب في اولمبياد اثينا. كنت انا ساعتها عندي 9 سنين تقريبا، وحبيت الموضوع، يعني حبيت الفكره وحبيت الشغل اللي كان عامله وستايل لعبه وطريقته، فهو كان ماسك الاعلى بصراحه، وهو اللي خلاني نفسي ابقى زيه. يعني هو الرول موديل بتاعك بالظبط. يعني.